لكن هذهب الآن إلى الدكتور عمرو هاشم ربيع، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وأسأله. دكتور عمرو، بداية أهلا بيك معانا، حضرتك ضيف عزيز وأول مرة تكون تشاركنا في قناة الشرق، وخليني أسأل حضرتك سؤال: هل نتوقع أن تنتهي قريبا حالة الانفصال بين الداخل والخارج التي بدأت بالفعل ولكن بصورة يعني لم تتضح ملامحها، وأن تتوحد المعارضة التي تعمل على إصلاح مصر وإصلاح الدور السياسي لها والحياة الاقتصادية وحياة المواطنين؟ هل ممكن أن نرى قريبا تحالف، تجمع، توحد، اتحاد بين المعارضة في الداخل والخارج؟ تحياتي ليكي في الدعاء طبعا والساده المشاهدين، والشكر كل الشكر للدكتور ايمن نور الانسان الودود الخلوق، طبعا كل التحيه لكل الساده ضيوفك الموجودين معانا الاستاذ هشام قاسم واكبر الاستاذ قطب العرب. فيما يتصل بوضع المعارضه في مصر، هو طبعا الوضع الحالي يعني مش هقدر كتير على الخط بتقيم، هو وضع بس بمعنى ان المعارضه المصريه ارتباك وارباك نتيجه امور كتير. هذه الامور بعضها من داخل بعضها من خارجها. اذا اتكلمنا عن الوضع الداخلي، النجد عدد كبير جدا طبعا من الاحزاب، اتكلمنا على المعارضه الرسميه، عدد كبير جدا من الاحزاب السياسيه يناهز او يفوق ال 80 حزب، وانا بقى اتصور ان في مصر 80 قضيه مختلفه عن فيها حتى هذا العدد الكبير، فمساله التوحد في تيارات مختلفه، يعني مصر اربع تيارات، التيار اليساري والتيار الليبرالي والتيار الوسط والتيار الديني، ما اعتقدش ان في تيار بعد طبعا الترحيب، عايز طبعا اكرر الترحيب بحضرتك وبالدكتور ايمن نور وبالاستاذ هشام قاسم والاستاذ قطب العربي وطبعا كافه الساده المشاهدين. دكتور اسامه رشدي كمان معنا في الاستوديو. طبعا اهلا بيه، اهلا بيه، انا اسف جدا. طبعا كل الفكره بس اللي كنت بقولها ان احنا عندنا مشاكل للمعارضه من داخلها ومن خارجها. انا اتكلمت عن المشاكل الداخليه وقلت ان عدد الاحزاب السياسيه كبير للغايه، واحنا عندنا اربع تيارات سياسيه بس موجوده. التيار الليبرالي والتيار اليساري والتيار الوسط والتيار الاسلامي. لما يكون عندنا 80 حزب، احنا ما عندناش 80 قضيه اصلا في المجتمع المصري مختلف عليه عشان يكون عندنا عند هذا الكم الكبير. طبعا لما تكون هذه الاحزاب، طبعا الاحزاب متاثره بالمناخ الخارجي ليها، بمعنى ان لما تجد المناخ المرتبط به او فيه شيء من غلق المجال العام، فهتصبح معظم او الغالبيه العظمى لهذه الاحزاب احزاب موالاه، وده اللي موجود. يعني كل الاحزاب تقريبا الموجوده على الساحه السياسيه حتى بما فيها الاحزاب التقليديه اللي نشات في نهايه عصر الرئيس السادات او ولايه حكم منذ بدايه التعدديه الحزبيه في 11/11/76، بعضها ايضا من احزاب الموالاه زي حزب التجمع على سبيل المثال، ده نتيجه غلق المجال العام، فهي متاثره بغلق بالمجال العام. صحيح قانون الطوارئ تم رفعه، لكن لا زال هناك عندنا قيود شديده في موضوع التظاهر، في موضوع التجمع، في موضوع عقد الاجتماعات، ايضا في النظام الانتخابي اللي ما بيديش اي فرصه للاحزاب السياسيه انها بتنتعش. احنا عندنا نظام قايمه مطلقه اللي هو تقريبا نص اعضاء البرلمان بيتم تعيينهم او شبه تعيين او شبه التزكيه. طبعا ده الغريب في الامر ده ان ده بيروق للكثير من الاحزاب. يعني الاحزاب دلوقتي تقول لك انا اضمن ازاي ما يكونش ليا نواب الا بالتحالف مع احزاب السلطه داخل القائمه المطلقه، فهم يعني اصبحت الموضوع ان هم بيستمرأوا او بيستحبوا هذا الوضع في غلق المجال العام، لان هو بيعطي بروز لقيادات حزبيه بشكل شخصي انها تبرز كنواب للبرلمان، فبيبقى الوجاهه
يبقى مجرد الوجود في البرلمان هو معيار للوجاهه وليس معيار لوجود امتداد شعبي لهذه الاحزاب في الشارع. ما سالت عنه بقى فيما يتصل بتوحد المعارضه من الداخل والخارج. أيوة. هو غير مختلف عن اللي انا قلته، يعني غير بعيد عن هذا السياق. لكن ما من شك ان وجود مبادره حقيقيه لو هذه القوى السياسيه توحدت مع بعضها لوجود نوع من التسامح. تسامح النظام السياسي مع المعارضه بحيث يكون كل المعارضه كلها معارضه توصف بانها معارضه وطنيه، اللي في الداخل زي اللي في الخارج. من هنا تاتي مساله امكانيه عوده رموز المعارضه اللي في الخارج الى داخل الوطن، دون ان يكون وبعض النظم السياسيه عملت هذا بشكل واضح، يعني واعطت مهله ان في امكانيه للتسامح وامكانيه العوده والعفو ومسح كل المشاكل المتعلقه بالماضي. ايا يكن بقى مين اللي تسبب فيها المشكله، طالما ان مفيش يعني مفيش عنف فيتم نوع من التسامح ونوع من القبول في بوتقه لكل القوى في الداخل والخارج، لانها في النهايه قوى وطنيه وبتخشى على الدوله وبتخشى على امنها وبتخشى على استقرارها. طب ده اللي احنا ظنناه دكتور عمرو، اسفل المقطعه، بس الحقيقه ده اللي احنا ظنناه وقت الاعلان عن الحوار الوطني، ان حوار سيجمع الكل بلا استثناء، وان يكون طالما الشخص اللي هتتحاور معاه الدوله يداه غير ملوثه بالدماء فهو مدعو للحوار الوطني، لكننا فوجئنا بنتائج مختلفه. ده صحيح، يعني لكن انا لا انكر ان حدث نوع، ويمكن ده الموضوع ده يعني للامانه طرح اماني في جلسات الحوار الوطني، في الجلسات الخاصه لمجلس الامم، طرح امكانيه التصالح وامكانيه دعوه القوى الوطنيه المعارضه اللي في الخارج بالقدوم وفتح الباب لها للعوده الى الوطن. لكن ده لم يرى النور، لكن ذكر حقيقي، ذكر من قياده مجلس الامم، يعني حدث هذا حدث، لكن لم يفعل زي ما حضرتك قلتي من ولم يرى النور. طب ده شيء جيد، لكن احنا يمكن الفكره اللي تحدث عنها الاستاذ قطب العربي واللي ذكرناها واللي كان ده سؤالي عنها هي فكره الحوار بين المعارضه والمعارضه، المعارضه في الداخل والمعارضه في الخارج، ده ممكن وده اظن ان اصبح في حاجه لمظله تجمع المعارضه في الداخل والخارج طالما انها تعمل سويا على اصلاح الوطن. طبعا بالتاكيد المعارضه الامر محتاج لمبادره في البدايه لحوار بين المعارضه والمعارضه، لان المعارضه اللي في الداخل ربما هي تكون افضل وسيط، لو سلمت النوايا وحسمت النوايا هي افضل وسيط ما بين النظام وما بين المعارضه في الخارج. هي خليني اسال نفس السؤال للدكتور عمرو هاشم ربيع، ازاي نبدا يا دكتور؟ ازاي نبدا لاعاده توحيد المعارضه المصريه ونقضي على كلمه الداخل والخارج ويبقى حوار المعارضه المصريه؟ استاذ دعاء، احنا يجب ان يكون نعترف ونقر ان السلطه في مصر قويه جدا وان ما دونها ضعيف جدا. فهذا يجعلني انطلق من ان لا مفر من ان البدايه تكون من السلطه، يعني لو حسنت النوايا وسلمت فيكون هناك اتجاه، او مهم يكون هناك اتجاه او حتى على الاقل ضوء اخضر من قبل السلطه لتوحيد المعارضه او لعوده المعارضه اللي في الخارج الى الداخل. اما وان تنطلق السهام لعمليات التخوين وطرف واحد هو اللي يملك صكوك الوطنيه فيقعد يوزعها، والاعلام او بعض اجهزه الاعلام وبعض اجهزه برامج التوك شو تنطلق ل او يعني تحرض للانطلاق لنقش لحم هذا ودم هذا
ده هيرجعنا لورا، لان ده دي السياسه القديمه اللي كانت موجوده. انا هنا ما بتذكر دايما اللي حصل عام 2014. اللي حصل عام 2014 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما يدعو الى الحوار، ودائما يدعو الى المصالحه، ودائما يدعو الى قبول الاخر و و و الى اخره. بمجرد ان بعض برامج التوك شو، بعض الكبار الاعلاميين اصبحوا ملكيين اكثر من الملك، وانطلقوا لموجات الرفض ولن نرضخ ولن نهدأ ولن 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 ولن، تراجع الرئيس تراجع وسكت عن دعوته لقبول الاخر او لعوده الاخر او للتسامح او لفتح ذراع البلد الى قبول كل الناس. لا، الموضوع الان بقى افضل من الوضع عام 2014. السلطه قويه جدا ولديها المكنه انها تشتي ان تصدر قرارات حازمه او تصدر موقف بشان كل من لم تتلوث يده بدماء المصريين او حتى بالدعوات اي دعوات خارقه لفتنه طائفيه او عنف للعوده. ده بقى ياتي قصدا على الحوار المعارضه المعارضه، يعني ده ياتي قصدا على الحوار المعارضه، لان المعارضه بقول لحضرتك اللي في الداخل اغلبها ضعيف واغلبها يخشى انه يلوم ولو مجرد التلويح بالقبول الاخر بنت نالين الخارج الاخر، فهو ينتظر دائما ضوء اكبر من القياده السياسيه. فانا اتصور ان لو القياده السياسيه دفع، وخاصه احنا بنتكلم عن فتره يا جماعه، احنا بنتكلم على 2024 2030، يعني دي اخر فتره دستوريه للرئيس السيسي. فاحنا محتاجين ان يكون المجال العام مفتوح تماما، الاخر موجود واضح وبارز، لان عام 2029 هتبدا الدعوه لانتخابات رئاسيه مش هيكون الرئيس السيسي فيها، فهيكون المفترض ان يكون المجال مفتوح لمرشحين كل ووجهات نظر كثيره من تيارات واخطاء مختلفه لم تتلوث اليها بعنف. فهذا الامر لن يحدث او لن يتاتى الا بوجود مناخ للتسامح. أنا بس في نقطة محتاجة إن أنا أفهمها بشكل كويس يا دكتور عمرو، لو تسمح لي حضرتك شرحتها بوضوح، بس محتاجة بس أتأكد منها. يعني حضرتك ذكرت إن فكرة إن المعارضة اللي في الداخل والمعارضة اللي في الخارج عشان يتحاوروا سوياً، المعارضة اللي في الداخل مش هتقدر تعمل ده إلا بإذن من النظام الحالي، أنا فهمت صح، صحيح؟ مظبوط، ده مقصود تماماً بشكل يعني حضرتك قلتيها بشكل يعني مبرر تماماً. كده نقدر نقول معارضة برضو، يعني المعارضة للنظام اللي ما تقدرش انها تتحاور مع طرف اخر الا باذن من النظام، يعني يفضل لائق ان اقول عليها معارضة؟ في الوضع الحالي، في الوضع الحالي وضع امتداد المجال العام، هو ده القادم. عندما يكون رئيس الدوله من الناحيه الدستوريه او راس السلطه التنفيذيه من الناحيه الدستوريه يمتلك منطقه القرار تقريبا في كل شيء، وتصبح حتى العناصر الاخرى مش بس العناصر الموجوده في السلطات الدوله الاخرى زي السلطه التشريعيه على سبيل المثال، ولا حتى المجتمع المدني والسلطات الغير رسميه زي الاحزاب والمجتمع المدني، لا مش بس كل دول، ده كمان ايضا الركن الثاني من السلطه التنفيذيه اللي هو الحكومه. عندما تكون الحكومه تعتمد باوامر الرئيس، وعندما يكون الحكومه اعضاء الحكومه هم عباره عن منفذين لسياسات الرئيس، فتصبح طبعا بالتاكيد يد الرئيس يد طوله في هذا النظام السياسي من حين الناحيه الدستوريه ومن الناحيه الواقعيه، ومن ثم اذا كان هذا الامر يجري على بعض اركان الحكومه فما او بعض اركان السلطه التنفيذيه الاخرى، فما بالنا بالقوى الغير رسميه زي الاحزاب والمجتمع المدني. والوضع اللي موجود على الارض هو اكبر شاهد على اللي بقول عليه، فمن ثم ده تاكيد على ان هذا الامر اللي هو اندماج المعارضه اللي في الخارج
التي لم تتلوى زياده الاجتماع في الداخل امر بالفعل يحتاج الى مبادره رئاسيه. وصلت الفكره تماما دكتور عمرو هاشم ربيع مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه والسياسيه وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.